كنواصل الاعتصام ديال الاضراب عن طعام اليوم 37 من اجل استرجاع حقوق المغتصبه بألا وهي محل تجاري وحق السكن. هنا راه كاين واحد التدخل كيقول ما غاديش تعتصم هنا، انا ما عنديش فين غنمشي للدار البيضاء لان غيقتلوني هاد الناس. صافي وصلوا معنا لمرحله القتل. حتنا الله يبارك عندكم امام البرلمان. تحيه للاخوان. السبب اللي خلاك تكون هنا بالضبط؟ السبب اللي خلاني انا نتواجد امام البرلمان، انا ما جيتش هنا على اساس باش ندير الفوضى ولا شي حاجه، انا جيت هنا باش نوصل صوتي للمسؤولين. جيت هنا على اساس الحقوق ديالي مغتصبه كمواطن مغربي او كمراسل صحفي او كناشط حقوقي او كواحد الانسان استنفذ جميع مساطر القانون. هاهي في عده شكايات كنحط ادله، حطيت فيديو كيعترف في رئيس الجمعيه بغى يقتلني، عرضوني لعده محاولات القتل، عرضوني للضرب والجرح. ها هو ما كنصور والو، ولاو كيصيفطوا لي النساء بغاو يصيفطوني للحبس. هاد الناس شبعوا فيا اعتقالات، كيحكموا عليا ظلما وعدوانا. انا واحد الانسان دافع على مشاريع ملكيه، سبقت حقوق الناس على الحقوق ديالي. اليوم الحقوق ديالي تختص بات بعد عده اعتقالات. كنأكد ان بشعيب الفطومي مقتول، الاب ديالي، وعاد لدي ما يكفي من الادله. يعني ملي كنقول هاد الهضره وانا جاوت من محاوله القتل فلم يبقى الا القتل. حدا عندي زوجه طريحه الفراش، كنأكد الا توفى عبد الغني الفطومي غتنتحر. هادي باش يعرفوها المغاربه، يموت عبد الغني الفطومي غتنتحر. انا ما جيتش هنا، انا راه واقف على رجليا، كتشوفوا سياره الاسعاف كتشوفوا. انا ما جيتش هنا باش باقي واقف على رجليا، جاي من الدار البيضاء واقف، جاي باش نوصل صوتي للمسؤولين اللي هي ما سمعنا حتى واحد. كنمشيو عندهم برجلينا، كنطلبوهم، كنقول لهم راه المراه غادا تنتحر، عندها عمليه، خصها دير عمليه في العمود الفقري، ابسي دي زلا بالقيح، وليدات بدون رعايه، صغار اطفال. كنهز وليداتي وكنهود العماله التي تمثل الداخليه، تمثل الملك. كنمشيو على اساس باش الحقوق ديالنا هي محطوط طلبات المقابله، لا احد يسمعنا. تعرضت لسبعه الاغماءات، انا ما جيتش وصلت لهنا في هذه الوضعيه الصحيه، انا جيت حتى صافي استنفذ جميع مساطر القانون. بقى غادي غيقتلوني هاد الناس، غيدوني يدفنوني، غادي يقول لك اودي راه السيد عنده الكلاوي مضرب عن الطعام. انا كنأكد من هنا ان الادله ديالي خارج المغرب، يعني هادشي ما غاديش يوقف هنا. كنأكد يعني كنأكد وكنأكد في عده لايفات. ما تقدمت به الى النيابه العامه والابواب المسؤوله ما هو الا قطره ماء من محيط. علاش؟ عارف راسي غنتحط في هذه المراحل، عارف راسي غنحط شكايات وغنحط ادله وما غنصور والو. اذا درنا بحساب هادشي. معظم الادله والخطيره بقات بين ايدي الاحرار والصحافه الوطنيه، راه كاين صحافه هنا اللي غادي نشروا هادشي. كنأكد ان اليوم في الرباط يساد المسؤولين كاملين اللي غيتفرجوا ولا اللي كيشوفوا فيا يكذبوا. عندي زوجه طريحه فراش، مع دابا ما كنشري الماكله من الزنقه، كنتسلف باش عايش. اليوم راه الشهر كاري، كتساكن في كاريان طوما بلوك واحد رقم 17، تم الهدم ديالو سنه 2021. كنلقى راسي عندي سكن وعمل، ريبوا لي سكن وعمل، لقيت راسي معطل مسلف شي 16 مليون من 2021 الى هذا، ومستعد نأدي حتى 50 مليون، كتمشي 3000 درهم في النهار انا، حتى 5000 درهم. علاش هاد الناس غيردوا لي؟ انا ما كندخلش 20 درهم في النهار، كندير الكترونيك والفرو وكليماتيزي، وكندير الفرو كندير الكترونيك والانفورماتيك والفرو وكليماتيزي، وكاتب كلمات. يعني انا ماشي شي واحد اللي معاق مقطعين لي يديه، لا، وكلوني السم. هاد الناس بغاو يقتلونا بهذا المصطلح. السبب انني دافعت على واحد المشاريع ملكيه، هاد الناس عطاونا يتحرق ما يتم، يكذبوا هادشي هذا، ما بغيناش، ولينا ما لاقيش 400 دول ولادنا 20 درهم، باش هما يقولوا حنا هما الوطنيين بالك نفك كراسي يقمعوا فينا. انا هنا واحد المسؤول كاين في هذا البرلمان كيجي يمثلنا، هذا هو الاساس الصحيح اللي خلاني نجي هنا. ما غاديش نذكر الاسم ديالو بالطبع، لا، حفاظا على قانون الجريده. المسؤولين، انا ما جيتش هنا ندير شي صداع ولا شي حاجه، انا راه الوضعيه، انا راه جاي ود القانون، مستنفذ القانون. هاد الناس بغاو يقتلونا، اللي راه جينا عندكم هنا باش تحميونا، ولا شي واحد شي مسؤول رشيد بالفعل باغي الخير لهاد البلاد. انا راه دافعت على الحقوق ديال الناس، يبارك معايا طابله وحل معايا محضر ونفك هاد الاضراب عن الطعام، نفرح هذيك الزوجه اللي بغات تنتحر. انا لن اقف هنا ولن اقف مكتوفه الايدي. كنأكد لهم بانه ما غيكونوش قدام روح واحد، غيكونوا قدام جرواح. والابناء ديالي كنوصي المنظمه الدوليه انهم يعيشوش هنا في المغرب. الا كنت انا غادي نموت وغيدوني يدفنوني، ومرتي غادا تموت وغيدوها يدفنوها، اذا ولادي ما عمرهم غيبقاو عايشين. بالطبع ما كاينش اللي غيتبناهم،
هذا من وقتاش انت مضرب على الطعام هذا؟ 33 يوم حانوتي عند واحد في الطاليان عصاص من داخل السوق 7 ايام ما سمعني حتى واحد، تعرضت للاغماء ما سمعني حتى واحد، خرجت برا السوق عتصمت ما سمعني حتى واحد، مشيت امام الدائره الحضاريه مشيت ليها كاع وعدوني كذبوا عليا، كذبوا عليا يوم الخميس اللي قبل من 20 في هذا الشهر حسب انت، داروا معايا مشيت عندهم قالوا لي 3 ايام مشيت عندهم نهار اثنين لقيتهم تيكذبوا عليا. اخويا عافاك شي شويه الماء اختي لا شويه علاش صافي الى ما جات الاستمرار عبد الغني في الاضراب حتى النصر او الشهاده انا كنطالب بشي حاجه دستوريه انا ما نجيب شي قوانين خارج الدوله المغربيه انا كنطلب حقوق دستوريه كنأكد با مقتول وجابوا شهاده جنسيه اتهموا الجثه انا المطلب ديالي ممكن يحلوا اي مسؤول مطلب صغير اللي عنده 10 الحوانت غيحيدوا لي حانوت غيعطوني حانوت غنمشي نترزق الله راه 3000 درهم كتمشي في النار ما بقاش بسالي اليوم سكن داروا معايا 15 يوم خصني ناخذو في 15 يوم ما هو بنا انسان واحد مواطن اذا شكون اللي كاين هو الصداع شكون اللي صيفطني للبرلمان صيفطوني للمسؤولين ما داروش خدمتهم كنمشي عندهم برجليه تعرضت لاغماء امام الدائره الحضاريه امام عماله البرنوسي كنهز ولادي كيمشيو بلا مدرسه كنديهم هاد الناس لعلهم يشوفوها في وليدات ولا في المراه والو وكاينين الناس المستافدين في هذاك السوق في قصاريات اخرين هادو كاينين المافيات ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ها علاش المواطنين ما كيوصلوش حقوق ديالهم في المبادره الوطنيه للتنميه البشريه وخير ودالي هو اللي كنتكلم عليه وبادله اخطر مما يتوقعون اذا انا ما بقاش عندي شي حاجه غادي نقولها ختاما انا راه الا رجعت للدار البيضاء وما تحلش هاد المشاكل انا الدار ما بقاش باغي نسكن فيها بقى قاتل فيها بقات الاعتقالات هادشي اللي كاين هاد الناس عليها شو التصريحات غتبين لك اذا انا ختام كنطالب حقوق ديالي اولى هاد الناس اللي ما بغاوش يطبقوا القانون يفعلوا القانون الذي هو يعني يكون ما كاينش واحد فوق القانون الا ما بغاوش الناس يطبقوا القانون يعطوني الحقوق ديالي انا ما كنسعاهمش حانوت ديالي في وجهها عند واحد الطاليان السكن ديالي كباقي السكان كريانطوما بعين المكان صافي ومريض ما عنده بس شغلهم هذاك يطبقوا ولا ما يطبقوش كيبقى هذاك الشيء كيبقى شغلهم اما مادام جوج الحوايج ما واخدش حقوق ديالي والقانون ما مطبقش والمجرمين كيدوروا وهذا راه اللهم انا هذا منكر اللهم انا هذا منكر كنذكر اليوم 37 يوم 33 يوم عفوا بالاضراب عن الطعام وسبع اغماءات مقابل هذه الحقوق ومقابل فتح التحقيق واعتقال المتورطين.